بالنسبه للموضوع التجاري بالعين الرائد الخلاق انا حجم اكبر من حجم، بالنسبه للتجاري بالعين قيمه ثابته، لاعب ما تخافوش في اذني قاعد تسترجع في المؤهلات البدنيه والفنيه بشوي بشوي. الناس كل تعرف ان التجاري بالعين كان بعيد شويه على النطاق الكومبيتيتيف، كان بعيد شويه على الملاعب. اليوم بالنسبه للتجاري بالعين ما فما حتى لاعب جو دي بيان حتى لاعب اكبر من نادي الرسياس، بمعنى معناتها اليوم التجاري بالعين اذا كان مش موجود في ال 18 اللي مش فيه قدره باش يكون لاسباب تاديبيه لا لغيره، باش يكون ماهوش موجود في ال 18 لاسباب تاديبيه لا لغيره، ماهوش لاسباب اخرى، وباش يكون مش موجود في ال 18 بالنسبه للماتش هذا، بالنسبه للتجاري بالعين قاعد يتدرب مع المجموعه، يجي المباراه الجايه التجاري بالعين يكون جاهز 100% يجي يقربوا مباراه التطوير يقربوا ويلعبوا. معناتها بالنسبه للماتش هذا مش يكون موجود لاسباب تاديبيه. السؤال هذا يخرج مع كل الاسباب التاديبيه ما عندناش علم شنو السبب. بالنسبه للسبب مش نطقوا بالنسبه للسبب وضع السبب. مباراه حمام النمر اللي قمنا بها في سوسه مباراه الوديه فما لاعبين تم اصحابهم في المباراه، فما لاعبين ما تمش اصحابهم في المباراه. تجاري بالعين كان من بين اللاعبين اللي ما تمش اصحابهم اثناء المباراه. اللاعبين اللي ما صارش اصحابهم اثناء المباراه اسم المباراه قاموا بانترينمون مع المعرض البدني سي فؤاد الفتيت، الناس الكل قامت بالانترينمون الا تجاري بالعين ما قامش بالتدريب. الو ما ثم حتى لاعب اكبر من نادي كاردي سياسي ما قامش بالتدريب يتحمل مسؤوليته، ماهوش باش يكون موجود في المجموعه من مباراه التطور.